ready? You feel it? سد يحاول قدر الإمكان أن يلعب بثلاثة أكثر كرة، محاولة خطيرة جدا. باربوس حاول أن يستغل خطأ من مدافعين السد، ثم بعد ذلك أس العرب واستمرار نادي الغرافة في محاولات إثبات الذات. كرة تلعب ياسين 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 وسام قاسي، وسام وقاسي نادي أم صلال. شوف أيضا خطأ دفاعي، أيضا تمريرة خاطئة، أيضا تمركز كارثي للأمانة في الكرة الماضية. والله ياسين يمر من دفاع ما يمر من حارس، بالله عليكم بالله عليكم. والدفاع في التدخل والإبعاد، الدفاع في التدخل والإبعاد. تعود الخطورة مجددا، تعود الكرة بلقطة من الطرف الأيسر مجددا، انطلاقة سريعة حاضرة لأم صلال عند أيمن. أيمن باتجاه أوركوما، هذه أخطر الآن في الطرف الأيسر. أم صلال في وضعية هجومية، تعود الكرة إلى عمر. كرة بنفسها تعود من الطرف الأيمن حاضر الانطلاقة. هنا اسماعيل، اسماعيل ابراهيم يتقدم من الجبهة اليمنى، ينقل الكرة إلى أوركوما. أوركوما محاولة، شوف 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 لقطة بسيطة لكن تعطيك أفضلية ومساحة، هي التفاصيل البسيطة تكون فارقة في المباريات. تعود إلى أوركوما، أوركوما بلمسة فالطرف من أمام الكل لكن ما زالت قائمة. أيمن بلمسة إلى أوركوما، أوركوما على مشارف المنطقة. هنا السيد عبد الرحمن بلمسة، تعود من الطرف الأيسر مجددا إلى أوركوما. أوركوما ممتازة هذه، ياسين يتوغل، ياسين يقل كوباني، يقل كرة بينية إلى ساندرو. ساندرو أنت صعبت المهمة على نفسك ساندرو، لأن هي كانت واحد اثنين، يعني جوسي لعب له الكرة وفتح له مكان من أجل هذه كرة أوركوما الأخيرة، مرت وأبعدت من الحق. أيمن يملك كرته، تلعب من الجبهة اليمنى. العرقلة الأخيرة من سفيان بوفتيني مع عادل حاضر الأم صلال اللي يتواجد طبعا في ملعب الأهلي باحثا عن العودة والتعديل. أوركوما يا سلام على الوقت بدل الضائع لنادي أم صلال من العودة إلى غرفة الملابس بتعادل سلبي. محاولة خطيرة خطيرة، الهدف الأول بتعود ياسين 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 البحث. أوه يا أيمن، أوه يا أيمن، وكأنه يأبى أن يسجل في مرمى الشمال. أوه سقوط مع نادي الخور ونادي الخراطيات من أجل البقاء في بطولة الدوري، وتسديدة حاضرة عن طريق النيجيري 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 موزس موزس عدى عادل مر عادل تقدم عادل على عباسي. ما زالت الخطورة، اللعبة قائمة. الثاني الماضية شوف اللعبة، عباسي في المرة الأولى، عبد الناصر في المرة الأولى، من ثم عادل علوي إلى أيمن حسين. تغيير اتجاه اللاعب لناحية اليسرى من ملعب المباراة الحاضر عمر يحيى، يتقدم عمر يحيى، تنقل هذه الكرة باتجاه موزس، يحاول موزس ينقل إلى عمر يحيى. ولكن الجميل أن تصل إلى مرمى نادي قطر، أن تتعادل على أقل تقدير. موزس أوركوما والتسديدة اليسارية ولكن على الخشبات الثلاث إلى الآن للغاية. شوف مشكلة، مشكلة كبيرة جدا عندما يضغط لاعب ينطلق. تغيير السرعة يا حبيبي يا حبيبي يا ولد يا ولد يا ولد، برافو علي بازمان، أراها كويس، توقع كويس وقطع كويس، برافو يا ولد. بربوزا وادي الباص الأمامي على طول، أمامية مساحة، لاعب الوسط موزيس بدأ يتقدم أقصى اليسار بيدرو، برافو إلى عمر يحيى. عمر بعرضية هذه ممتازة داخل المنطقة، تبعد ليست إلى بعيد أوركوما تسيلي. هذه هي اللقطة الأخيرة طبعا، إبعاد أحمد المنهالي والخطأ يحتسب. يلعب الكرة مروان شريف يبعدها، عاد من جديد قد تأتي التسديدة وأوركوما يسدد الكرة أرضية تذهب إلى خارج أرضية الملعب. المطالبات بوجود ركنية، نعم هي ركنية لأن الراية من الطرف الآخر تأتي من فيصل اليافعي، بأن الكرة لمست ركنية داخل المنطقة، تبعد بالرأس من ماتياس ناني. مويزس أوركوما
عمر يحيى يهاجم بصلال، يقوم بضغط اكثر بالتاكيد الرغبه بالفوز بالنسبه لفريق المدرب سيرجيو فاريز. تحت الضغط يحاول الخروج بالكره لكنها قطعت موزيس اوروكوما. ياسين، ياسين من اجل التعديل، ياسين خطير، ياسين يسدد. افضل اللاعبين مهاجمين كره القدم في الكره الاردنيه، 46 مباراة دولية في 14 هدف، لكن هنا الأردني الآخر قوية ب 32 هدف. أم صلال أيضا عنده 31 هدف بعد ما كان يعجز عن التسجيل في والخروج مرة أخرى باتجاه أليس. أليس إلى موزيس، دوران موزيس، حتى موزيس سقط. موزيس، برافو موزيس، برافو موزيس، برافو موزيس. مرور اللي كان حاضر لكأس نجوم قطر، اللي هو كأس كيومبي حاليا في الموسم. راسية علي قادري يقاتل عادل علوي إلى موزيس، حرب وسط الملعب تحضر في هذه الأثناء، تخرج الكرة بشكل صحيح وسقوط في اللعبة الماضية. يسقط موزيس، يسقط موزيس، ونتيجة الواحد صفر ما زالت مستمرة، ما زالت مستمرة. علي فريدون لمسة باتجاه ابراهيم ماجد، لاعب عرضية، لكن علي محمد، موزيس، موزيس بالقوة، موزيس بالمهارة، موزيس عدى، موزيس تواجد في الكرة الماضية. أيمن حسين، الكرة تعود إلى الخلف لصالح نادي أم صالح، البحث عن الجهة اليسرى الآن ممكن، ممكن ممكن ممكن. ياسين البخيت يحاول مرور، واحد على واحد يمر، واحد على واحد يمر بطريقة رائعة خطيرة لصالح نادي أم صالح. أوه، طالت على أيمن، طالت على أيمن في الكرة الماضية، الكرة بتعود إلى موزيس، موزيس أوركوما في وسط الميدان، ولكن بكل عاد نادي الخور ليعدل النتيجة. فيها خطأ مر، ولكن طالت الكرة والتغطية حاضرة في الكرة الماضية لتعود الكرة من جديد. أيمن عبد النور، مرور من النيجيري، يحاول النيجيري، يحافظ على الكرة النيجيري. وكرة هو الآخر أيضا الذي سيواجه نادي الريان، ما عنده ولا نقطة في ابتعاد نادي الخور. من خير مثال هو دوري أبطال أوروبا عندما كان خائف سولشاير بعد الطرد. إلى الآن بالإمكان العودة، إلى الآن يا أركوما، عمر يحيى إلى أيمن، أركوما مرة أخرى بطريقة رائعة يبحث عن عمر، أيمن حسين محاول علوي في وسط الملعب، موسيس أركوما اللي طبعا عنده الكرة، هذا اللاعب النيجيري المميز جدا. اتجه بنا إلى ذلك، أم صلال ننتظر منه أفضل من ذلك، ننتظر ردة فعل أفضل من ذلك. أم صلال عنده لاعبين يأدوا أفضل من ذلك. ود الانطلاقة، ياسين، يا سلام عليك ولد، يا سلام عليك ولد، عدى أحسن مكان عميقة، أكرم كان لازم يجي بيها على هنا، هنا المساحة واسعة، ياخد لنفسه ويجي على هنا بعرض الملعب تاني. لمسة يد طبعا مصعب، بيقول للحكم فاول، تعمل على طول الباص الأمامي نص الملعب على طول، لامم كويس موزيس أوركوما، نزل له عبد الرحمن جنبه للمعاونة لكن راح يرفع رصيدة إلى 11 نقطة بينه وبين الخور ستكون نقطة. عادل علوي على مقاعد البدلاء، لكن علي محمد غير حاضر في تشكيلة فريق نادي أم صلال. عبد الله خالد خارج منطقة الجزاء، تعود من جديد إنسيال بربوسا، موزيس أوركوما، الضغط حاضر من أمجد عطوان وكذلك من جايسون ميدينا إسكوبار، تعود الكرة 100% في نهاية الشوط، أصبحت السيطرة للشمال على حساب أم صلال ب 45%. كانت هذه هي أبرز الأرقام مع نهاية أحداث شوط المباراة الأول. بداية أحداث شوط المباراة الثاني، وحكم المباراة محمد الشمري أطلق صافرته وأعلن عن انطلاقة هذا الشوط. راحت الوكرة من الطرف الأيمن، أوركوما يا سلام على الخروج من الضغط بشكل مميز إلى عمر يحيى، ولا في الخط الخلفي ترسل لوكاس. قدري يزن عبد الله سفيان بوفتيني عبد الرحمن الحرازي عبد العزبيه، ومنها في الانتصارين اليتيمين اللي حققهم الاهلي، الاهلي عنده انتصارين. هذا الرجل المدرب اللي كان يحاول من الناحيه اليسرى التدخل على ياسين، شيخ ديابيتي، اخي ديابيتي، تدخل حاضر في هذه اللعبه من قبل عادل علوي عائده للناحيه اليمنى. اضافه لنادي قطر، نعم ان كان حاضرا في وسط الملعب وان كان حاضرا كل من بختكور وذوبهان ولا الرفاع البحريني، لكن
نادي الوصول. هل ينجح الريان في الوصول للمرة الثانية على التوالي بحكم أنه كان متواجدا في نهائي السد بفارق ركلات الترجيح، وبالتالي أيوني الآن داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء، خطيرة. أوهو مرة أخرى لكي لا تحصل على بطاقة صفراء. برافو مشاري. ولم يكن يقصد الإيذاء، هي ردة فعل ربما، لكن هو قانون وقوانين كرة القدم. مر بنتيجة التعادل السلبي هنا في هذه المواجهة، ومن خلال أحداث هذا اللقاء كيف هي المواجهة. لذلك التركيز سينصب على كيفية الوصول إلى ركلات القائمة المرفقة قبل بداية المواجهة. اسم عبد الرحمن غير موجود. الجهات اليسرى أمامية تصل إلى بغداد بنجاح، يبحث عن تمريره إلى سانتي كازورلا، قد يحسم بطولة الدوري على آمال فريقه على الأقل بالخروج بنقطة من الهاشمي. محاولة المرور ولكن أركوما على الريان في بطولة كأس الأمير في 92 كان حاضر في المنتخب. اللعبة الماضية يتصدى خليفة أبو بكر، التحيل كان أقرب في أكثر من مرة، الأولى تخيل. خلص جابريال بيريز الساعي، هل النقص العددي يؤثر؟ حركه اليوم أيمن حسين، هدف التاسع في بطولة الدوري هو، وتزداد آلام بالألم آهن على على أداء الغرافة أمامنا. عمرو سراج ليعطي الإضافة، يحاول عمرو سراج تسحب الكرة بتعود إلى خافير مارتينيز، صلاح اليحيائي، أورتوما بطريقة رائعة، باربوطو على الكرة الماضية لتعود الكرة إلى صلاح. يا السلام على التغطية من موزس أورتوما في الكرة. بشار راسن محاولة الآن هجمة عكسية لصالح نادي قطر، ولكن موزس أوركوما بطريقة رائعة والتغطية في الكرة الماضية بطريقة جميلة جدا من موزس أوركوما لعدم إعطاء الفرصة لبشار كازورلا. شوف سرعة الأداء، شوف سرعة، يا ولد كان هياخد بها ضرب الجزاء، لكن برافو موزس أوركوما. نص الملعب الحقيقة مش قادر يسيطر طبعا، صعب جدا. برافو راح يكمل يقوم طبعا والتر بالسلامة، يستأنف اللعب بنقلة الآن تعود في الطرف الأيمن لمصلحة سيع على مشارف المنطقة، الخطورة ما زالت قائمة. إدريس فتوحي حاول المرور، انتقل للعربي من العربي حاضر حاليا مع سيليا محمد صلاح النيل، الكرة تبعد من أمامه خارج أرضية الملعب. ضغط على حامل الكرة حاضر ناصر النصر، ومن ثم مويسس أوروكوما، أم صلال إسيال الحاضر في قطر بن السعود في محاولة للتعامل مع كرة في مواجهة حارس، كان منها الهدف الثاني لأم صلال في الشوط الأول، إنه يتوغل ويخترق الدفاع ويمر من واحد تلو الآخر ثم يمرر. وجدت اللقطة الأولى أيمن حسين ليتابعها، الثانية لم تجد أحد، الثالث أي تكتيك وضعه وسام لأم صلال، اللي نشاهد فريق آخر، فريق شجاع، فريق جريء، فريق يهاجم، فريق لا يتراجع. الهدف بهكذا طريقة يبدو أنه مسألة وقت ليس إلا صعود أم صلال وعود من الدرجة الثانية إلى الأولى 2005 ولا ما زالت قائمة ومستمرة. الكرة العرضية تبعد من جانب الدفاع، مباراة من الصعب جدا بهذه القدرات والإمكانيات. الملعب أرون جونارسون مساكني تبعد من اللاعب أركومة، الملعب بشكل وبدرجة أكبر. الصالحي النادي العربي، كرة عند حامد إسماعيل، حامد يمرر لكن تبعد من أمامه عدد ليمن. بخيت حاضر بالرقم 17 وعبد الله خالد بال 18، عاطف محمد بالرقم 21 واحد من الحكام المميزين، الحكم الدولي منذ عام 2013 مختلف المسابقات. الكرة العرضية لنادي الغرافة عادت من جديد عن طريق موزس، شكرا. فسيكون نأمل الأهداف في الشوط الثاني، نأمل الأهداف في الشوط الثاني.
لكن مصالح لاعبي نادي السلية ولاعبي نادي الغرافة المصابين بالإضافة لإيزل باربوس إصابات الشد العضلي حاضرة للاعبي الأندية دورينا، لكن نتمنى السلامة لكل اللاعبين. كرة خلصت من شجع الغرفاوي الآخر اللي يتابع اللي يقول له شوف الهجمة وشوف اللعب وشوف متعة الغرافة، لكن ما شاف متعة الغرافة أيام زمان، ما شاف متعة الاتحاد. متواجد مع نادي الفيصلي وكان متواجد مع نادي التعاون. عمان وضمان في الخط الخلفي، محاولة بشار، فرصة عن طريق بشار رسن داخل المنطقة ومن ثم خلصت الكرة. تحاول عن طريق سيبستيان داخل المنطقة، خطيرة من سيبستيان، ولكن حبك يا بشار، تحبك يا بشار، عدى بشار، مر بشار ومن ثم موزيس. حوار أفريقي آسيوي، هذا نيجيري يا بشار، هذا يعني القوة في وسط الملعب، يعني العزيمة، يعني الإصرار، يعني التحدي. الجولة القادمة كرة مرة أخرى تعود لمصلحته. في الشوط الثاني الملك القطراوي لم يتقدم، لم يشكل تلك الخطورة على مرمى. بصمة في هذه البطولة وحتى في بطولة الدوري أو حتى على مستوى منافسات دوري أبطال آسيا في نسخة عام الفوت في أرضية الملعب، الأمور مستمرة وحكم المواجهة يشير باستمرارية اللعب مع انطلاق مباريات الجولة رقم 18 من منافسات بطولة دوري نجوم قطر. تحد آخر من أجل أن يثبت بأنه صاعدا للكبار في هذا الموسم. هنا محمد متثر، عرضية داخل المنطقة والدفاع في الإبعاد. أوركو أم صلاة، خطأ لأم صلاة، تعادل السلبي، حضر لنادي تبعد. علي جاسمي مجددا ينقلها داخل منطقة الجزاء، وأركوما بشكل ممتاز. راوي الغرافة، مباراة منتظر أن تكون تنافسية كبيرة جدا بين الليلية، لم ينتصر على أم صلال، مباراة قبلها كانت في إياب الموسم قبل الماضي لم ينتصر أيضا السيلية، هذه مباراة رابعة الآن حتى على التوالي في مواجهة الفريقين. لكن يمرر خطير الآن للنادي الشمال، محاولة لكن التغطية في الكرة الماضية، التغطية من المدربين الكبار اللي يمتلكون هذا الأمر هو زين الدين زيدان. زين الدين ناصر هو اللي سينفذ. لا جديدة، هذه جديدة، ولكن اصطدت الكرة أريحية. حتى في ظل انتصاره لا يشعر بتلك الاريحيه اللي ممكن تؤدي او تؤثر سلبا على دوري نجوم كيومبي. محاوله تسديد الحاضره عن طريق كنعاني ولكن عدت. يقاتل امام النادي الاهلي. شوف الكره وصدمت في موزيس داخل المنطقه، مرور بمهاره ولكن اتخلصت من موزيس. نقله باتجاه ايمن حسين. وعام الماضي في الجوله الثالثه الاهلي فاز على الخور 1-0. العام الماضي في المحتسبة من حكم المباراة سيد خميس محمد المري كوقت بدل ضائع لما تبقى. لعيب راحت على شماله، عملها على شماله، ضغط ولكن على طول في الوقت المناسب عشان يعدلها على رجله الشمال، عايز يفتح هنا زاوية التصويب ورقص كويس قوي، حظه كويس ان ما جاتش في ايده. الحقيقة اللعبة اللي فاتت كانت ممكن تعمل مشكلة. داخل المنطقة وعلى رأس المهاجم اسماعيل محمد اللي عنده هو الآخر هدف في بطولة الدوري، تدخل على عاصم ماديبو في اللعبة الماضية. تعود لكرة رمية جانبية، بسام الراوي، كرة داخل المنطقة أخرى إلى عبد الله عبد السلام، النصف الآخر من ملعب المباراة. نعم ماديبو، وقوف لاعبين نادي أم صلال، تمركز هذه حنكة. وين كانت لنادي الغرافة الذي تعرض لخسارة من أمام نادي الاتحيل بنتيجة 4-2. طبعا خلال المنطقة عن طريق اليهري، العرضية الحاضرة والراسية الرشيدي، برافو الرشيدي. ما تغيرت الأمور، ما انقلبت الأمور، لأن نادي أم صلال يمتلك من الأسماء ما تشفع. ضاعت التمريرة من جاسر، كرة بتعود للنيجيري، موزيس أوركوما يبحث عن أيمن الخور بأنسب طريقة، أحمد حسن، ولكن طالت الكرة الماضية على نادي الخور لتعود الكرة إلى كرة تلعب، ولكن أيمن عبد النور بخبرة موناكو، بخبرة المنتخب التونسي، بخبرة فالنسيا، خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة، كرة بتعود مرة أخرى أكبوتو، ولكن كرة بتعود إلى أوركوما صديق الأمس
خصم اليوم كرة بتعود أيماني، كرة بتلعب الأمام، محاولة خطيرة، تغطية حاضرة فيها الكرة الماضية. سيباستيان سوريا يقاتل، يركض، يجري، يبحث، كل الأمور الإيجابية يفعلها. كرة بتلعب الأمام عالية، البحث عن أخبوتو خطيرة، ولكن مرت الكرة الماضية اللي تلعب خليفة أبو بكر. كانتداب جديد من الانتدابات، تسع انتدابات محلية. حاول للتسديد هنا عبد الرحمن الكروبي، يسدد والكرة تصل في خارج أرضية الملعب. كرة كانت خطيرة لمصلحة الريان. الماضية مرر الكرة إلى هاشم علي بطريقة ممتازة، لكن الآن المرتدات الآن. كرة إلى خارج أرضية الملعب على واحد، يعدي ويفوت، أرضية ولكن تمركز دفاعي جيد من اللاعب النيجيري، اللاعب موزيس أوركوما. واحد على واحد جريء منطلق سريع، يحضر لكازورلا، دخل في العمق، يا سلام إلى تباتا، ولكن ضاعت راحت. ما يحدث هو راحة لمن اقترب من الأرض. أكرم تاني عايز يثبت ويعدي، عايز يعمل بالعرض، فيها دلع شوي. بالدان هي فيها دلع. فاول وضربة حرة لصالح نادي أسد، تصطدم على طول في الحائط. مصعب علي أسد عايز يدخل لجوه ويشوط، لكن تصطدم في الحائط البشري، والتغطية اللي موجودة من عاطف محمد. وينزل بغداد راس حربة، وأندري أيو يروح جناح يمين، وفرصة إن بغداد يزيد هجمة ونشوف. عادي جدا. أكرم عفيف، ولكن هربت راحت. لدوس روعة. طور نفسه من لاعب خط إلى لاعب في العمق اللي هيدوس مع مرور الوقت. وسانشيز الحقيقة اداله لامبيران الفرنسي، تين كات الهولندي، بانيد بولند، مجموعة كبيرة جدا. كانت فرصة غانم القحطاني إلى مابوجي، تمريرة خاطئة. ياك الكرة أمامية، مابوجي في التدخل والإبعاد، في الوسط حائرة. أوركوما بنفسه وانطلاقة في الطرف الأيسر، حاضرة هذه مجددا إلى أوركوما لأم صلال. أوركوما تعود الانطلاقة مجددا من الطرف الأيمن. والتر يحاول، حاضرة لمصلحة السينية. سعد حسين من الطرف الأيمن يلعب كرة، لكنها لمصلحة السينية. محمد متسر في الطرف الأيمن، محمد ينقل عرضية وتصد أيضا بنفس اللاعب. يلعب كرة ساقطة داخل المنطقة، عبد الرحمن أبكر ممتاز. ريال سرقسطة، من ثم العودة إلى خليفة أبو بكر. الكرة ما زالت قائمة، تسديدة من نويكر، ما زالت الكرة حاضرة في منطقة الجزاء مع ميدي قبها من أجل التسجيل بها. يلعب الكرة عكسية، تبعد من أيمن عبد النور، يقف أمام كل هجمة. التمريرة داخل منطقة الجزاء، نويكر مويز ساركوما، ومن ثم الجزاء مرت من أمام الجميع. تعود الكرة بعد ذلك وتحولت. ومن نفس الطريقة أساسا مصلال سجل هدف المبكر. هنا انطلاقة، كرة ملعوبة للوكرة. يا سلام يا أوركوما، ممتاز موزاز أوركوما في التغطية. ملعوبة الكرة أمامية ساقطة، كرة في الحراسة. لدينا عمر يحيى، عبد الرحمن أبكر، علي محمد. تصدى، يلعب كرة في الطرف الأيسر، صافرة وخطأ، وركلة حرة ثابتة تأتي. لاعب يسقط، حكم المباراة يشير بالاستمرار. مقطوعة هنا لأم صلال. أوركوما داخل المنطقة، صافرة ضده، خطأ. المدافع التونسي صاحب الخبرة والتجربة الطويلة جدا اللي هو أيمن عبد النور. وما زال التعادل السلبي سيد الموقف في هذا اللقاء. أوركوما اللي غادر هو أيضا أرضية الملعب بسبب الإصابة، وشاهدنا المشاركة عبد النور.
وسيد حسن. كرة تعود في وسط الملعب مرة أخرى. 1-0 حاضر. موزيس يتقدم في هذه الأثناء تقدم ياسين مصطال ويصبح كصانع لعب أول رئيس نادي الغرافة. الكلام يقل الكرة إلى خالد عبد الرؤوف. أركوما في الوسط تدخل ضد صافرة وخطأ. كمال يقول لي ياسين أنا بين إيديك وأنا حاضر وين ما تكون الكرة معاك أنا موجود. وتدخل ودفع السبسيان جنتيل واضحة يا سوري واضحة يا سوري. خطأ المرور لكن أيضا هنالك تغطية دفاعية وبعدة من أمام ياسين إبراهيمي وحاول لمرتدة وخوك لنادي أم الصلال. والحديث عن أوركوما صاحب 27 سنة اللاعب القادم من الاتحاد المنسي. مع تدخل موجود وصافرة من حكم المباراة أحمد سباعي. 1-2 بينه وبين مدثر لكن أيضا ما مرت الكرة الأخيرة فيها أم صلال. هذه التصرف بموهبة أحمد المنهالي في الكرة كانت على الخط والدفاع بمضايقة لكن بمهارة وحرفية عالية تمكن من المرور أحمد المنهالي. نقل الكرة بعد ذلك الكرة بتعود الآن لا زالت لصالح نادي الشمال. هل يأخذ الثقة بشكل أكبر في شوط المباراة الثاني؟ هل يلعب الشوط في المباراة الثانية من أجل الاستمتاع؟ تدخل حتى ياسين ما طالب بوجود ركلة جزاء كان يطالب بوجود ركلة ركنية. اللاعبين رغبة اللاعبين جاهزية اللاعبين قتال اللاعبين في أرضية الميدان هذا ما يوحي تشعر وكأن هشام زهد تائه نوعا ما في أرضية الميدان. الوكرة في العام الماضي في الجولة الثالثة 2-0 من أمام نادي الوكرة. حتى الان انتصار. شوف تدخل في هذه اللقطه علي قائد. هرنان بيريز كره في وسط الملعب عدى موزيس اتاحت الفرصه عادي ام الصلال. صراحه وسط ملعب نادي ام الصلال يقدمك بكل اصرارك. يا سلام على معاذ يا سلام على معاذ ولكن فيكتور بعد ذلك خطا. النرويجي ديوماندا ادي ديوماندا فاول على ديوماندا ذلك مع موزيس اوركوما. بص دراعه اليمين بص دراعه اليمين اهي والله بسيطة تكف ايده حتى مش كوعه ولا جنب ايده انه انسان ملتزم ولاعب جوكر في نص الملعب وفي خط الظهر. امكانياته البدنية والفنية والشخصية الحقيقة والسمات الشخصية عنده عالية جدا جدا. ارون متألقين الحقيقة تاني على طول تحت ضغط فاول مرمى مهما كانت المهارات في نص الملعب من قبل لاعبي نادي الاتحاد على مرمى نادي ام الصلال. هي الان ما تضع ثمره الوصول والوجه الحقيقي يظهر. موزيس بسام الراوي بسام الراوي الى رابح يحيى خطا بالتمرير من رابح يحيى وتدخل من عاصم ديبوب اللي عنده روح الانتصار. ملعب ثاني بن جاسم ادميسون غرافة وأفضلية في نتيجة المباراة لنادي الغرافة لكن ذلك حديث من الماضي. ما هو الحاضر في هذه الأثناء لسفيان هني قادم من نادي اتحاد المنسيري في الشوط الأول. شكل العكس راح يكون يا كابتن عادل في عمل موجود هنا سقوط في أرضية بطاقة صف جودة بقية الأسماء يعني أسماء سنراها الثاني. خليني نشوف خليني أطالع معاك هذه اللقطة يعني وصلت إلى عبد العزيز حاتم يحاول المرور تدخل من موسيس أوركوما وخطأ يتحصل عليه أوركوما وهذه هي الكرة وصلت إلى وما فيها شيء وأشاروا بالاستمرار لم يستدعوا خميس. تعود الكرة بانطلاقة حاضرة أوركوما صافرة وخطأ. الملعب العراق سيواجه منتخب لبنان لقاء عربي شقيق في تصفية المونديال. قدم أيمن حسين بالإضافة إلى إلياس بريميل. هذه هي تشكيلة نادي أم الصلال لكن أيضا يواصل الأمنيات الكاملة من خلال مباراة اليوم للمساهمة خلال مباراة اليوم على الأقل يسجل هدفا في مرمى أم الصلال
كرة فيها صافرة موجودة وخط قدم بالنتيجة، لكن أمام صعوبة كبيرة لأن الوكرة فريق مميز فريق خطير. هنا الانطلاقة في الطرف الأيسر، ياسين عبد الله يحاول ياسين أوركوما مجددا. يا له من لاعب، يا له من لاعب بدني قوي جدا. مزاد ميدان نادي أم صلال مجددا يظهر على الصورة في تغطية وإبعاد وإنقاذ أوركوما، يبعد كرة كانت حاضرة. اللاعب النيجيري في وسط الميدان بالنسبة لنادي أم صلال أمامنا على الصورة أحد الأسماء التي كانت. الحكم الرابع حسن أو حسين عبد الله السيد. هنا انطلاقة للأهلي، سقوط الشرشني جوكوفيتش طبعا غادر، وجوسي أنخل لاروسا الإسباني القادم من الرايو فايكانو في أول في ظهور الآن مع النادي الأهلي. هنا انطلاقة أيمن حسين الآن في الخط الخلفي في الوسط خالد عبد الرؤوف، لمسة أمامية أوركوما وسط الميدان لمصلحة أم صلال. أوركوما يقل هي من لاعب كان راس حربة وفي أسوأ أحواله يكون كمهاجم ثاني أو وسط هجومي، لكن الأهلي وبين أم صلال يكون التعادل سلبي وربما واحدة. ممتازة هذه، ممتازة يزن داخل منطقة الجزاء، استقبال ممتاز للكرة الساقطة الأخيرة يزن العماد طبعا أحد. لمسة أمامية ساقطة تهيأ بالرأس لكن تبعد أيضا من الدفاع، تعود في الوسط لأم صلال إلى أيمن عبد النور، أيمن لمصلحة الأهلي. أوركوما في الوسط خلفية إلى عبد النور، نقلة خالد عبد الرؤوف لعبد الرحمن أبكر، عبد الرحمن لمسة إلى أوركوما، أوركوما إلى خالد عبد الرؤوف. تسجيل الأهداف يترك مساحات في ملعبه، هذه المساحات الأهلي مميز فيها مميز. عمر يحيى في الطرف الأيسر لأم صلال إلى أوركوما، أوركوما بلمسة في الطرف الأيمن تصل تعود النقلة في الوسط. أوركوما إلى أيمن عبد النور في عمر، أوركوما لم يستعين به في الدقائق القادمة وسام إلا ممكن علي اليزيدي أو أن عمر يحيى في الطرف الأيسر يصل إلى كرة عمر إلى أوركوما. واضح طبعا في بداية أحداث هذا اللقاء على البحث عن الأسبقية، مبكر يخرج من مرمى بشكل ممتاز وينجح في إبعاد تلك الكرة قبل صلت عند أيمن حسين، يعيدها في وسط ملعب المباراة، تعود للخلف من أوركوما اللاعب النيجيري في 10 جولات سابقة. كرة في وسط الملعب، أوركوما يرسلها لأيمن عبد النور في الجهة اللي عبد النور خط دفاع نادي أم صلال ما في خوف عليه، ما في خوف عليه في ظل وجود العملاق والوحش أيمن عبد النور، لكن يعني تبقى الأدوار الهجومية ربما تتأثر اليوم من خلال طبعا من أبدا بأدوار وبزيادة على مستوى الجهة اليسرى. أوركوما كرة في اليمين مقابل سجل 13 هدف ويبحث طبعا من خلال لحظات المباراة القادمة عن الهدف الذي رمي التماس لصالح نادي أم صلال تنفذ وصلت عند أوركوما، نقلة طويلة تبعد من جانب الدفاع، دور كبير لنيجير أوركوما في وسط الملعب كأدوار دفاعية وكذلك حتى على مصل جهة اليمين، كنترول وسيطرة، مواصلة تقديم العروض الجيدة، كرة في الجهة اليسرى تعود الخلف عند أوركوما وصلت لي أيمن عبد النور اللي غاب من السيقان المتواجدة في الثلاثي في خط دفاعي نادي أم صلال في هذا اللقاء.
بربوسة ينقل كرة لعمر يحيى. عادت لأركومة مجددا. أركومة في وسط الملعب. مين يبحث النادي العربي الآن قبل نهاية شوط المباراة الأول عن أول أهداف هذه. عادت للخلف عند عبد الرحمن أبكر. وصلت لأركومة ينقل كرة لعبد الرحمن محمد. محاولة ما زالت مستمرة لكنها تعود الآن مرة أخرى مرتدة لصالح نادي أم صلال في وسط الملعب عند لاعب أركومة. يعيدها للخلف لاعب المباراة لكنها مغلقة في كثير من الأحيان ويغلب عليها التسرع في أحيان أخرى. أركومة تنقل كرة في الجهة اليسرى. جونارسون حامد اسماعيل بالراس بشكل ممتاز لكن أركومة في الموسم الماضي في الدور الثاني لكن في الدور الأول ذكر طبعا بأن النادي العربي انتصر في تلك المواجهة بهدفين مقابل هدف. ركنية اليوم صلال تنفذ لكن تبعى من الدفاع. أركومة في وسط الملعب. أركومة ينقل كرة فيه الجال يلقى من دقائق من لحظات في هذا اللقاء ولم يتبقى في الساعات وفي الدقائق إلا ثواني. يا سيد وسام رزق ياسين ولكن مهدي تخلصت من قبل مهدي. التدخل في اللعبة الماضية على عثمان علوي عائد عن أحداث الشوط الأول. كرة ملعوبة عرضية. المهدي علي يأمن الكرة الماضية في ملعب التاريخ والإنجازات الساد جاسم بن حمد في بطولة الكام. لما لا قد نشاهد حكم عربي قطري يحضر يعتبر يفوق الحكم الأجنبي بأضعاف لأنه تواجده. يعود لبرج المراقبة أيمن عبد النور لموزس اللاعب اللي أنا شخصيا أشبهه بموسم 2002-2003 وبعد ذلك بدأت ومن هنا بدأ الصراع. نعم 2004-2005 الدوري 2007-2008 الغرافة بطل الدوري 2008-2009 الغرافة معي مرة أخرى. ساعة لعب من عمري وأحداث هذا الشوط الثاني. نعم ساعة لعب كايو جونيور البرازيلي دوري في عام 2010 وكاس قطر في عام 2010 سيلاس البرازيلي كاس الأمير فكر اللي كان يلعب في أكثر من مركز ظهير أيمن وقلب دفاع ولاعب ارتكاز وصانع لعب ومهاجم والظريف في ذلك عزيزي المتابع أن يوما من الأيام بعد طرد حارس المرمى لعب أيضا. علي أحمد يشارك في هذا الشوط الثاني. تغيير اتجاه اللعب للناحية اليسرى كيف الأمور ومغادرة العراق لعبة للشرطة لعبة للنفط يعني للأندية الكبيرة في الكرة العراقية خصوصا الشرطة والقوة الجوية. تعود الكرة بنفسها وانطلاقة من الجبهة اليمنى حاضرة. ما في فرق مصرال عند سيطرة واستحواذ جميل على الكرة بفعل الانتشار المثالي للاعبي من حامل الكرة عنده خيارات عدة في التمرير. كرة تعود في الوسط. أركومة البديل اسماعيل او اللي تعود الكرة ايمن عبد النور باربوسا الى أركومة. أركومة لأيمن عبد النور في الخط الخلفي في التدخل والإبعاد. ينقل الكرة إلى أيمن عبد النور. أركومة حاضر بابا جبريل في إبعاد كرة ولقطة كانت ممتازة حاضرة. تحول مرة أخرى الخط الخلفي عن طريق محمد سالم ارسل له كرة عالية عائدة براسية باتجاه موزيس. موزيس إلى باربوسا يحاول باربوسا يغير. الفريق اللي يحافظ على الكرة بشكل جيد لكن نادي قطر اللي يتحصل على الكرة وصل الملعب عن طريق موزيس.
موسس مرة أخرى دور التغطية اللاعب الإسباني 33 عام لمارتينيز واحد من الأسماء اللي كان حاضر مع العنابي بشكل جيد. حديث عن سيبستيان سوريا سيبستيان القناص صحيح العبارة الكلام عن القناص اللي وصل 150 مباراة لسيبستيان سوريا حاضر مع نادي الأخويت حاليا يبحث عن الظهور في هذا المساء ويريد أن يضع بصمة في مرمى الملك القطراوي. قطر بحاجة للانتصار، أم صلال بحاجة للانتصار، مرور سلام يا سلام والتدخل من قبل خافيير مارتينيز أمان وضمان. خافيير مارتينيز بالإضافة ليوسف بلايلي وإسحاق وبشار رسن. مارتينيز أرسل الكرة باتجاه يوسف بلايلي، بشار رسن، خالد أحمد، ثم البديل الحاضر الخمسة عبد الرحمن أبكر محمد يأمن اللعبة الماضية. عبد الرحمن أبكر محمد من جوار أيمن عبد النور. بعد شاهدنا اللاعب إسماعيل يصبح كظهير أيمن، يعود مع نادي قطر حاضرة في هذا المساء حتى الآن بالانتصار بالعلامة الكاملة حتى هذه الدقائق، وعشقا ووفاء وانتماء لهذا الفريق. نعم ومستمرة على نفس الطريق تعمل في خيرة بالعزيمة والإرادة. وصل نادي قطر للتعادل بالروح والقوة، قد يصل نادي موصلان للتعادل أو لتقليص. أحمد، خالد أحمد، عبد الرحمن أبكر، موزيس، وصل ملعب موزيس للناحية اليسرى، عمر يحيى، ولا ياسين، فرصة لمصلحة نادي موصلان، تدخل حاضر، تعود لموزيس، أيمن عبد النور، عبد النور إلى موسس، عادل علوي، استحواذ على الكرة، خذ لك فيها متعة وخذ لك فيها إثارة وخذ لك فيها كرة قدم حقيقية. قد نشاهد مسلسل ودراما يكون تحليل موطن عالم كرة القدم، القلب النابض لكرة القدم. كرة تحول الخط الخلفي مع الريان، ياهي مواجهة ستكون ما بين التحيل والريان، وياهي مواجهة ما بين السد والغرافة. منذ قديم الزمان تعودنا على الإثارة والروعة ما بين السد والغرافة رغم السيطرة. أبكر على مستوى قلب الدفاع، عمر يحيى وإسماعيل موسى أمامهم، عادل علوي في الملعب، وكذا فيما يخص الأمور الإدارية، لكن نحن نبحث عن المتعة والإثارة والأهداف والتحدي بداية في أحداث في هذه المواجهة. بالمناسبة لقاء الفريقين في بطولة الدوري في هذا الموسم انتهى لمصلحة، والتقوا أيضا مرتين في مناسبة في بطولة كأس أوريدو، في مرة فاز الريان 2-1 علي من الله، هم سجلوا لنادي الريان. أيمن حسين عاد بعد ذلك ونجم من الجهات اليسرى يبحث عن المرور، علي من الله على مستوى التغطية الآن، محاولة تعود في منتصف في ملعب المباراة الآن ليقفز الآن داخل منطقة الجزاء، راسية أبعدت من أمام حسين، لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت عن طريق موزيس أوكرتونية سيلبخي، عودة بعد ذلك إلى أيمن عبد النور، محاولة بأقدام موزيس أوركوما أمامية ملعوبة، لكن أيضا تغطية وإبعاد، تعود مرة أخرى. الكثير من الاستهزاء في الربع الساعة الأولى في 17 دقيقة الأولى منذ بداية تغطية في وقتها الأصلي من دون العودة والتمديد. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى الآن، البحث عن العرضية، عرضية داخل، تعود بأقدام القائد أيمن عبد الله خليفة أبو بكر، لمسة فيها مرور بشكل مثالي جدا، محاولة ملعوبة عن طريق إسماعيل موسى، أمامية من إسماعيل لتمرمى عند الحارس خليفة أبو بكر، وهذا الالتحام اللي كان ما بينه وما بين عبد العزيز حاتم، وبالتالي برافو لي حكم المباراة مشاري. والمحاولة الماضية في أن يبعد الكرة من أمام المرمى ويمنع أم الصلال أو يمنع نادي الريان. وهي التفكير في مسألة استقطاب المدربين في دورينا، يعني ما تجيب لي مدرب محقق دوري طموح، أنت أدرب يعني سأدرب فقط من أجل المال، أدرب فقط من أجل تغطية دفاعية. يحسب لنادي أم الصلال الصمود أيضا في ظل النقص العددي قبل نهاية أحداث شوط، لها حضور مميز. من أجل
الوصول الى السعادة. هل يسلفه الوقت؟ الاندية التي تتنافس على المربع الذهبي هي ثلاثة اربعة اندية ممكن ان تضاف الى ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، ويواصل سلسلة النتائج الايجابية لنادي السد خلال مواجهاته الاخيرة مع نادي ام صفار في بطولة الدوري، مع الاخذ بعين الاعتبار بان لتستمر الامور بهدف بغداد حتى هذه اللحظة وصولا عند الدقيقة رقم 22 من بداية وانطلاقة ياسين البخيت حاليا حاضرا هنا مع نادي ام صفار، رجل يقدم اداء مميز جدا، كرة بمحاولة ملعوبة امامية لكن ايضا في منطقة الجزاء لكن ايضا تغطية ويبع. شنو عذر المشجع السداوي؟ انا مش مشجع للسد، بحاجة ام صفار الى ردة. هنا في الصورة يظهر خافي غارسيا وفي الجانب المقابل يظهر وسام رزق، والى حد هذه اللحظة تعطي الافضلية لخافي غارسيا على حساب اللاعب المدرب الوطني واللاعب السابق. في كرة مستمرة وقائمة، سقوط في ارضية الميدان، حكم المباراة يشير الى استمرارية اللعب، لا وجود الخطأ. تعود المحاولة في الجانب المقابل مرتدة الان، انطلاقة تأتي وصلت الى ياسين يلعبها بعد ذلك وجدت التغطية الدفاعية اللازمة، عادت المحاولة ربع ساعة أكثر وساهم أيضا بتحقيق عديد الإنجازات المحلية على مستوى بطولة الدوري. وهلا عن حارس المرمى خليفة أبو بكر ليسيطر على كورته بالشكل المطلوب، يبدأ من خلالها محاولة مرتدة الآن ملعوبة. خالد عبد الرؤوف موزيس تلعب في مرة مجددا كانت حاضرة لمصلحة نادي السينية، تفاصيل بسيطة جزئيات بسيطة تفرق كثير. تحولت الكرة تعود مجددا منقولة في الطرف الأيسر. رامي ترسل الكرة في الجبهة اليسرى. الإنجازين للإمام وصافة بطولة كأس طول إلى نهائي كأس الأمير كأفضل إنجاز في تاريخ نادي السالية. تحتاج أبو بكر، لا خليفة أبو بكر ولا الكلود أمين أي منهما تعرض لاختبار حارسي المرمى حتى الآن. الهجمة لمسة في الطرف الأيمن، أيمن غضبان، تعود في الوسط خالد عبد الرؤوف باتجاه أيمن. أجملها أتت في اللقطة الماضية وردت فعل مذهلة ورائعة جدا من قبل خليفة أبو بكر في التصدي والإبعاد. تعود الكرة بالدفاع يتدخل ويبعد لكنها تسترد مجددا لأم صلال في الطرف الأيسر إلى ياسين يملك كرة، ياسين يتوغل ياسين. أيمن غضبان، باربوسا، خالد عبد الرؤوف، ياسين بخيت وأيمن عبد النور، بينما السالية على اليسار هو الآخر بنفس. مرت أبعدت، تعود خالد مدثر، تعود بشكل ممتاز فتوحي خاطئ، التمريرة تقطع. أركوما في الجبهة اليسرى، هنا أيمن غضبان، أيمن كان بين أنه يندفع إليه وبين أنه يغطي مساحة التمرير باتجاه ياسين البخيت، هو ممتاز في قراره لكن أيضا تأخر في الضغط نوعا ما وانفت. الرفاق والزملاء، الكرة بلمسة، علي فريدون في الوسط، تعود من الجبهة اليمنى مجددا لمصلحة نادي أم صلال الذي يهاجم الآن. ويل ممكن أحداث قادمة ما بين الفريقين في الست دقائق أن تتغير نتيجة جديد إلى المرمى، لكنه اختار أن يجرب. تعود الكرة مجددا يلعبها بينية حاضرة والدفاع يبعد أيضا، ياسين يعقوب وناصر إبراهيم النصر. هذه تشكيلة نادي الشمال، بينما تشكيلة نادي أم صلال في حراسة المرمى خليفة أبو بكر. رافع انتصار كان مهم، مشوار كان صعب جدا في المباراة، تعادل وخسارة وانتصار، ولكن يريد أن يواصل الانتصار بعد الانتصار في الجولة السابقة أمام نادي الغرافة. كرة بتلعب في وسط الميدان، باربوسا من يقدم المستويات الرائعة، كرة بتعود إلى خطأ لصالح نادي أم صلال في وسط الميدان. محاولة الضغط الآن من قبل لاعبي نادي الشمال، ولكن هذا الضغط ممكن
إيزيل بربوسا. أوركوما العودة إلى الخلف، واثق نادي أم صلال، واثق نادي أم صلال مرت اللي أتى لصالح نادي أم صلال، لذلك عطى الأريحية نوعا ما لنادي أم صلال في الدقائق القليلة من ياسين في الكرة الماضية، ولكن لم يستغلها بشكل مطلوب. أيمن كرة بتعود، محاولة لا زالت خطيرة لصالح نادي أم صلال. عمر يحيى، عمر يحيى يحصل على ركلة ركنية لصالح نادي أم صلال، خطيرة عالية ولكن إبعادها، إبعاد هالمرة، إبعاد من قبل دفاع نادي الشمال. كرة بتعود من جديد، محاولة الآن لصالح نادي أم صلال، كرة بتعود للرشيدي عبد الرحمن. أوركوما العودة إلى الخلف إلى أيمن عبد النور، اثنين وثلاثين عام وليس اللاعب الأكبر سنا في الفريق، ولكن هو اللاعب الأكثر خبرة في الفريق، لذلك هي الفريق عنده خمس نقاط فقط وكان على بعد نقطة واحدة من المركز الأخير نادي النصر. الآن هو ينافس على المربع، هو وسام حتى وهو فايز إحاتي، وسام حتى وهو منتصر. أيمن عبد النور بطريقة رائعة، إيزيل بربوسا، أوركوما بربوسا مرة أخرى، محاولة المرور يا سلام على البرازيلي. نادي الشمال مروان شريف في حراسة المرمى، عبد العزيز خالد متولي، جيريمي نويجر، خلاني إلى الرشيدي، الرشيدي العودة إلى الخلف، أوركوما الرشيدي البحث عن دهقاني، بربوسا يا سلام على هاتخن، عبد الرحمن الرشيدي لا زال يحافظ على الكرة خطيرة، ولكن ما ركبت على ريلا عدل، ما ركبت على ريلا عدل في الكرة الماضية. كرة بتعود مرة أخرى أيمن عبد النور، شوف القتال المرعب لنادي أم صلال في الدقائق القليلة السابقة، بربوسا لا زال يحافظ على الكرة، تأتي حاضرة ولكن طالت، طالت الكرة أو بعيدة عن علي علوان في الكرة الماضية. شوف شوف إخراج الكرة، شوف عادل علوي، ياسين، أوركوما، بربوسا. عندما تترك لياسين كأنك أنت تتمنى الإعدام، عندما يترك ياسين بمثل هذه الطريقة كأنك قاعد تنتحر بهدوء وبطريقة بطيئة جدا. كرة بتعود إلى الخلف، أيمن عبد النور هو من افتتح التسجيل في مباراة اليوم في الدقيقة الرابعة، سيد حسن عيسى، بربوسا، أصلال، ثلاث نقاط أخرى تضاف لنادي أم صلال. خالد عبد الرؤوف، يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام، بلمسة واحدة، بثقة كبيرة، بأريحية كبيرة، بمتعة. نادي أم صلال في هذا العام غير، نعم ريحته غير، شخصيته غير، نشامة الأردن حاضرين من خلال بطولة دورينا، ونشمي من نشامة الأردن أيضا دوري أبطال آسيا في عام 2009، وأيضا لم يتوقف عن ذلك بل حقق مركز ثالث من خلال كأس مباراة دولية وحيدة فقط لماركو مع منتخب صربيا، لكن ولاد للاعبين الرائعين. الكرة تعود من جديد عن طريق موزس، غير اتجاه للناحية اليسرى من نادي أم صلال، هذا معلم، هذا معلم، هذا معلم، ضرب خلص اللعبة الماضية، أيمن عبد النور بالرأس يحولها ولا وصل الملعب، موزس، موزس باتجاه عادل علي. أم صلال تقدم، أم صلال تقدم، وتوقعات الكباتن بأن تعطي الكفة لنادي أم صلال التقدم، هي حاضرة بشكل صحيح في هذه المواجهة. موسى إسماعيل يشكو فريقه ومساندة فريقه بالإضافة لجماهير أم صلال. صقور برزان الحاضرة، نقلة إلى الأمام، رأسية سفيان، سفيان تدخل حاضر من قبل موزس، تعود أيمن حسين، يا كرة أيمن حسين، منتشي أيمن حسين، منتشي أيمن حسين، منتشي في هذه المواجهة، شوف التسجيل، جاء علي فريدون، رأسية ماركو، عائدة من جديد موزس، سيد انتصر عليه في عام 2009 في السيمي فاينل، اللقاء بقوسين من الوصول للمباراة النهائية نادي أم صلال، ذلك ستكون هنالك طائرات مقلعة من مطار المغربي. سفيان عائدة من جديد
الى موزيس صارن وثلاثة نقاط في هذه المواجهة. تمريرة خاطئة بدلا للضائع تعود من جديد عن طريق من يتواجد موزيس. الخط الخلفي موزيس الام صلال 11 لاعب ونشاهد التباعد ما بين لاعبي نادي ام صلال. القرب من بعضهم يسهل التمرير القصير نعم والاستحواذ على اللعب اللي لم يحصل. عادت الإثارة وعاد التشوق وعاد الحماس كل ذلك عبر قنوات الكاس الرياضي. منافساتهم هذا العام لبداية الجولة الأولى والجولة الثانية. محاولة من جديد علي فريدون. طب اليوم الحياة التهنئة الكبيرة بعودة كرة القدم الدولية إلى العراق وتحديدا ستكون من خلال قطر. بدايته كانت مع نادي قطر كمان مع نادي الجيش كان لما كان جميلة الحقيقة ومسك رئيس جهاز قبل نادي العربي. تالي على طول أحمد أبكر نادي العربي ساب نص الملعب بالكامل. تاني على طول إلى موزيس أوركوما اللاعب اللي يحاول نادي المصلال عن طريق أيمن حسين وياسين البخيت وإيزيل بربوزا. الجولة إن شاء الله النهارده نادي قطر سيباستيان سوريا ضيع ضربة جزاء أمام الخور حسم لصالح نادي السد. السد بطل للدوري المرة رقم 16 في تاريخه. الدحيل مركز ثاني الوكرة مركز ثالث. المركز الرابع العربي حتى الآن برصيد 44 نقطة لكن تم تدارك الموقف وتحضير لموسم جديد. أعتقد سيكون هناك أكثر من 3-4 لاعبين مش كويس فيها لولبية والسرعة غريبة شوية اتعملت حلوة الحقيقة قوي قوي قوي. نقدر نقول أخطر فرصة لنادي أم صلال معاهم فرشيد الأربعة لازم يستلموا الكرة أكتر من كده وأفضل من كده. وده يحسب لنادي أم صلال إن قافلين عليهم كويس. يحسب لوسام رزق في مواجهته لرفيق الدرب طبعا كلاعب مع المنتخبات يونس علي. موزيس الماتش اللي فات كان جنبه عبد الرحمن رافت زكي رجع من الاوفسايد ازاي ياسين برافو خبرة ترجع ورا على طول عند موزيس النيجيري صاحب الجهد الكبير. العرضية هنا خطر العرضية هنا لكن برافو عبد الرحمن أبكر بالخبرة الحقيقة. عبد الرحمن لاعب الجيش السابق عبد الرحمن لعيب ملتزم جدا وعنده ادي الباص الامامي بص بتضيع بسرعة ما ينفعش على طول الايسلندي يقطع من جديد. اداما ديوماندا ما عملش اي حاجه لغايه دلوقتي مؤثره يعني. ادي بعرض الملعب تاني لكن ارون واقف مستنيها الحقيقه. تروح الى موزيس يعجبني جدا احب انا لعيب الدريبلر لعيب اللي ياخد الكره ويروح الى رميه التماس. ادي ايمن حسين دايما هو التارجت اللي بيلعبوا عليه وهو التارجت برضو على طول. بربوزا حافظ على كورته كويس الضغط عليه حاول معاه موزيس. واحد من اربعه واحد من خمسه. تاني على طول ناحيه الشمال في نص الملعب قافل النادي العربي كويس عشان كده مش قادر يطلع فريق ام صلال اللي بيبحث اقصى اليسار على طول في نص الملعب الى موزيس اوركوما كان غاب على الماتش اللي فات خسروا سته من نادي الدحيل. عبد الرحمن أبكر إسماعيل وعبد الرحمن أبكر أيمن عبد النور مش موجود النهاردة في تشكيلة نادي أم صلال. عمر يحيى منافساتي دوري نجوم كيو أم بي الأمل كل الأمل لكل الفريقين لأن نشاهد مباراة ممتعة. تايم بريك عائدة لعاصم مادابو تمريرة خاطئة من مادابو تتحول إلى عناصر نادي أم صلال عن طريق في تلك البطولة. كرة تعود من الناحية اليمنى أيضا أيمن عبد النور حضور مع المنتخب التونسي ووصف للمنتخب التونسي. السيد حسن عيسى تنقل لكرة رأسية عبد الله عبد السلام خلص الأحرق يا ياسين أمام الدول الآخر بسام الراوي لكن اتخلصت من بسام عائدة لميشيل ومن ثم أبكر إلى موزيس وصل ملعب موزيس يتقدم القصير موزيس واحد من اللاعبين اللي يخليك تتعب في وسط الملعب يراقب كل كرة يراقب كل لاعب من قبل لاعبي نادي الاتحاد أو أي خصم بحضور اللاعب موزيس فهو الآخر يعتبر إضافة لصفوف نادي أم صلال. كل السلامة لعبد الرحمن ملعب ثاني بن جاسم كرة تعود من جديد عن طريق عبد الرحمن أبكر إلى سيد إلى موزيس باتجاه علوي.
الله على الكرة الماضية وبسام الراوي على دور الإنقاذ في اللعبة الماضية. كرة تتحول مرة أخرى عن طريق لتسجيل هدف التعادل لنادي أم الصلال. موسيس أم الصلال، كرة تتحول مرة أخرى عن طريق زيل باربوسا في وسط الملعب. موزيس يعود للخط الخلفي الحاضر خلفه للمتابعة عاصم ديبو من جديد إلى الحاضر نامت أيمن حسين. كرة تلعب إلى موزيس للناحية لطالما خليفة أبو بكر بنفس الأداء وبنفس الجودة وبقيمن عبد النور. أيمن حسين يضيع فرصة وصلاح زكريا كأنما هو يرد على خليفة أبو بكر يقول له أنت مبتدئ. الحاضر رابح يحيى اللي كان سجل في مرمى نادي الريان. موزيس تعود يحيى في هذه الكرة من جديد الكرة هل براس أيمن عبد النور ولكن المتراجع من شيلو لونغ المتراجع قاسم وأمام صاحب المركز الثاني نادي الاتحيل. الكلام عن ياسين البخيت اللاعب المميز في تشكيلة نادي. يحاول الأردني الفنان اللي خطف الأنظار ليس محليا فقط بل أيضا على مستوى صار على حساب نادي الاتحيل. واحد من كبار القوم هو مصال هو الآخر واحد من كبار القوم في منافسات بطولة المرمى. خليفة أبو بكر الحاج أيمن عمر يحيى تنقل باتجاه ياسين تحولت تالي موزيس يعود يخطفها الدودي علي. نشاهد نسخة أخرى من المهدي علي حاضرة مع نادي أم الصلال في المحترفين في صفوف نادي الغراف. عمر يحيى شيخ ديابيتي يسجل السابع أهدافة في بطولة الدوري هداف الفريق الغراف. خسارة 2-0 من نادي قطر، خسارة 6-4 من الزعيم السداوي، خسارة 5 مقابل شيء على الفور. رباعي خط الظهر في تشكيلة الغرافة. سيف الدين اليوم اللي يعوض غياب مهدي تهرات. الكلام عن ياسين في اللعبة الماضية اللي انطلق وتقدم ياسين وحاول ياسين كرة في وسط الملعب. مصطفى كان الأقرب للتسديد آخر 4 دقائق. إلا كرة عالية باتجاه شيخ ديابيتي. جابرييل بيريس حوار بدني مع موسيس تنقل باتجاه عمر يحيى. وقوف لاعبين نادي الغرافة في أماكنهم عدم التقدم والمحاولة والصعود لكن هذا الفرحي صعبها الجانحي في اللقطة الماضية. جابرييل تعود باربوسا باتجاه ديابيتي من جابرييل بيريس في اللعبة الماضية مع أن هنالك راية كانت حاضرة من المساعد الثاني محمد تيم. واحد أم الصلال عن طريق عبد الرحمن الرشيدي من سجل هدف التعادل لنادي أم الصلال مع بطاقة حمراء. شادي يوسف حسن على يسار الشاشة، سعيد الحاج، المهدي علي بالإضافة لعبد الله علي، أحمد الجانحي، جابرييل بيريس، يحيى ياسين صاحب 32 عام. تهدئة الرتم في هذه المواجهة، رفع النسق مطلوب من أجل التقدم في نتيجة المباراة وخطف 3 نقاط. تنقل إلى عمر يحيى. موزيس حولها باتجاه على هذه الكرة بسرعة. تشعر اللاعبين نادي أم الصلال مستعجلين على الهدف الثاني وبيقول للكوري الجنوبي بواقع مجموع مباراتين ذهاب وإياب 4-3 لكن في السيمي فاينل هنا تم إيقاف أم الصلال. لكن مين اللي يوقفها؟ عام 2009 حديث عن فارياس. كرة للناحية اليمنى الغرافة هل بخسارة ثانية متتالية في هذا الموسم بعد خسارة من اتحيل في الجولة الماضية؟ هل يكون هنالك خسارة أخرى لفهود الغرافة الفريق الذي
تعرض لخمس خسائر من خلال بطولة الدوري. كلام عن نادي فوز على تحيل 2-1، فوز على العربي القسم الأول في مختلف المسابقات. تحضر نتيجة 4-3-1 عدت بتغطية، كرة تنقل إلى الأمام. أكبر لكن تصل إلى خليفة أبو بكر في الكرة السابقة لتعود الكرة بشكل سريع لصالح نادي أم الصالح. البحث عن أيمن، البحث عن أيمن أو هذا ياسين، ياسين كرة. 7 انتصارات لنادي الخور، دائما ما كان نادي أم الصالح له الكلمة الأقوى. أجينا في كل لحظة في كل سيناريو ممكن أن نشاهد المفاجآت. كرة اللعب، محاولة لصالح نادي أم الصالح، كرة اللعب ولكن تمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. كرة بتعود من جديد لصالح نادي أم الصالح من البداية. لاعب كرة قدم برازيلي أن يمتلك تلك المهارة. بينما كرة تلعب، محاولة لصالح نادي مصال بهجمة عكسية. ياسين، ياسين عبد النور الكابيتانو الدولي التونسي. كرة تلعب بتعود إلى موزاس أوركوما. البحث عن الجهة اليسرى دائما وابدا لأن نقطة قوة أم تكون فيها بطاقة حمراء. كرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان أوركوما، موزاس أوركوما. العودة إلى أيمن عبد، كرة بتلعب لأمام محاولة الرأسية ولكن التغطية من أيمن، التغطية من أيمن حسين. محاولة من النيجيري موزاس أوركوما بطريقة رائعة على ياسين، ياسين 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 إلى أوركوما. البحث عن نقل جهة لعب إلى أيمن، أيمن حسين. هذه خطرة، هذه خطرة، هذه خطرة. تسديدة ياس لم تهز شباك نادي الخور. شوف التحضير، شوف الرؤية والتحضير والتسديد. ولا الألماني لازم يعمل حسابه أن هناك لاعب شرس جدا في المنافسة 1-1 في الصراع الون في ون، هو قادر على تفوق على نادي الريان. ولكن يوهان بولي كان عنده كلام آخر. يوهان بولي، العودة لياسين. كرة تصل في وسط الميدان النيجيري موزاس أوركوما. دهقاني من لمسة ولا الدوري. الطوفان، طوفان لتحيل، هل هو بإمكان الحصول على بطولة الدوري أم زعيم الكرة القطرية قادر على الحفاظ على البطولة لأنه هو بطل النسخة الماضية أم هناك بطل جديد؟ حارس البديل ليسجل نادي الخور هدف التعديل الآن. 1-1 صانع الهدف الذي أتى لصالح نادي الخور. أصبح رافائيل ليس هو اللاعب الوحيد الذي، عندما كانت الأفضلية لصالح نادي المصلال عندما كان هو الأكثر ثقة، الأكثر خطورة، الأكثر المرور. ولكن التغطية حاضرة في الكرة الماضية جديد، لازالت خطيرة لصالح نادي المصطفى لكن التغطية حاضرة. زحمة 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 في المنتصف، زحمة في العمق. كرة تلعب على اليمين ممكن تلعب الأمور على ما هي عليه بالتعادل الإيجابي. كرة تلعب ولكن هذه التمريرة فيها خطأ. تأتي العرضية، ممكن تأتي العرضية لم تكن بالشكل المطلوب. العرضية عبد الرحمن الرشيدي، عرضية ولكن تغطية دفاعية. كرة بتعود أوركوما النيجيري إلى ياسين بخيت. ياسين كرة بتعود، ياسين يحبذ أن تكون هناك مساحات مثل هذه. كرة بتعود مرة أخرى أرباربوسا إلى محاولة عن بشار. كرة بتلعب كبوتو، ترويض لم يكن بالشكل المطلوب. موزاس أركوم إلى عمر يحيى، ياسين تمريرات قصيرة سريعة من قبل نادي أم الصال. عند الكرة إسماعيل، عودة إلى الخلف إلى أوركوما. كرة في منتصف الملعب، يبحث نادي أم الصال، يواجه صعوبة نادي أم الصال في إخراج الكرة. شوف لأي درجة من الانضباط. كرة بتعود إلى إيزيل بروسة، ممكن تأتي العرضية من إيزيل. أوركوما النيجيري إلى إسماعيل دهقاني، البحث عن الرؤوس ولكن إلى الآن يبحث نادي أم الصال. عودة إلى أيمن، العودة إلى أيمن عبد النور. البحث وأنت ضميرك يا سيباستيان، أنت وضميرك يا سيباستيان. أنا من سأفعل وأنت من ستسجل. هذا ما فعل بشار في الكرة الماضية. البخيت في هات خذ، ولكن أيضا تغطية دفاعية، أيضا تغطية دفاعية. كرة بتعود موزاس أوركوما من لمسة واحدة. حذاري من مثل هذا، قال بإمكانه ستكون مباراة جميلة إذا ما عاد شوط المباراة في شوط المباراة الثانية نادي عليه إلى أن يجد جديد في شوط المباراة الثاني بينما نادي أم الصلال وصقوري برزان. هل بإمكان نادي أم الصلال يسجل هدف تقليص الفارق أم لا؟ أفضل سيناريو دائما في مواجهة جمال بن عمرو، خبرة كبيرة للدولي الجزائري جمال بن عمرو. كرة بتعود على اليسار صاحب 25 عام العراقي أيمن في شوط المباراة الثاني.
كرة بتعود موزس أوركوما. البدايات يجب أن تكون خطيرة لنادي الرياضية. شار في محاولة الآن، ولكن يا سلام على التغطية، يا سلام على التغطية في الكرة الماضية. عزيل بربوسة كرة تلعب نور صراحة ليحياء، والتبريرة كانت لبشار لكن طالت. خليفة أبو بكر كان أقرب لأن تعود الكرة مرة أخرى لقلعة الصقوري برزان، ولكن كرة بتعود لنادي أم صلال اللي يبحث عن المساحات، ولكن يوسف سفري لم يعطي المجال للمشاهد. إن استطاع الوصول إلى مرمى نادي قطر سيواجه صعوبة نادي قطر في التصدي للهجمات. كرة تلعب موزاس أوركوما، أيمن حسين ما من يفعل في أرضية الميدان، يمتلك الأسلحة الكافية لشن هجوم على نادي قطر على نتيجة المباراة. عبد الرحمن أبكر يلعب كرة أوركوما، أوركوما إلى أيمن عبد النور. شوف الصعوبة اللي واجهها أم نادي. إيزيل بربوسا في وسط الميدان لموزاس أوركوما، أيمن عبد النور، وتشعر وكأن نادي أم صلال ليس بكأس الأمير النسخة قبل الماضية، لذلك كل شيء ممكن أن يحدث، ولكن مقارنة في الجهة. وتخيل وكأن وسام من كان يمتلك زمام الأمور في بداية الموسم. لو إلى موزاس أوركوما، تمريرة لم تكن بالشكل المطلوب، عادت إلى الخلف سيد حسن، إسماعيل دهقاني، موزاس أوركوما إلى خالد عبد الرؤوف. شوف خالد عبد الرؤوف يلعب في النار، يلعب في النار، ولكن عدت على خير. كرة بتعود موزاس أوركوما، التماس العودة إلى خالد عبد الرؤوف. موزاس أوركوما عبد الرحمن، استلام، كرة بتعود خالد عبد الرؤوف إلى موزاس أوركوما. كرة سيكون حاضرا بجواري أيمن عبد النور في خط الدفاع، الكل المراقبين اللي طبعا يبحثون ويتحدثون، والجماهير العراقية بكل تأكيد يريد أن يثبت لها بأنه 30 سنة وشعر أشقر صابغ شعره اللي عنده الكرة بما من خلال الكرة في المفروشات في قيام في 33 سنة تعب إلى أن يعني كامل الريان بعشرة لاعبين. هذا هل يساعد كل منهما؟ هنا لدينا تدخل مع يوهان بولي حكم اللقاء، لا يرى حسين. كل الأسماء الجديدة وحتى الصفقات المحلية الجديدة أن تثبت نفسها على مستوى بطولة الدوري. هنا خذوا هات خطيرة للغاية، الله، يستطيع أسيال أن يسجل ثاني أهداف أم صلال من خلال هذه النقلة. هنا الاستلام، هنا النقلة، هنا الخذ والهات وضع، الله هو اللي يدخل الكرة، موجودة في الجهة اليمنى لعلي. أيمن عبد النور تصل إلى ياسين البكيت، غاب تماما في شوط اللقاء الثاني ياسين، أو خليني نقول الكرة لا تعمل على مستوى الأطراف بشكل جيد. خالد عبد الرؤوف، موسس أوركوما يحولها إلى إسماعيل، أعطى شكلا على المستوى الهجومي، أعتقد طرد فرانكو. هذا خالد عبد الرؤوف إلى موسس أوركوما الممتاز، المصلال الجيد، المصلال اللي عنده كان قدرات مميزة جدا على أن يقدمها في هذه المباراة. هذا كان واحد اثنين يعني، ها طلع، لكن يوهان بولي قال لهم لا، خلكم موجودين، لم تنتهي بعد. أمامية ناحية هاشم علي لكنها ما مرت، موسس إلى فريدون جنبه، السعداء كلهم اللي هم يعني حريفة وملوك التمرير، ما بين كازورلا، ما بين تباتا، ما بين حات كلبة، لعب لحتى كل ده في الإمارات، أندية مش كبيرة قوي في الماشة. شوف أكرم بيعمل إيه، بص شوف أكرم بيعمل إيه، تاخدت منه في نص الملعب موزس، لعب النيجيري، لعب اتحاد المنستيري والملعب الفاسي وأهلي بني غنى.
كان حسن عبد الفتاح الشاطر حسن، واحد من نجوم كرة القدم الأردنية اللي تألقوا هنا في الملاعب القطرية أيضا خلاف عديد اللاعبين في أكثر من مركز. أم صلال يدرب الشرطة هناك في العراق هو مؤمن سليمان مدرب الزمالك السابق اللي وصل ليه سمو الأمير، كانت فرحة كبيرة طبعا. متعودين دايما على التواجد في النهائي والفوز باللقب. أسد خطرة جدا خطرة جدا، برافو لعيبة أم صلال خدوها بسرعة تروح تاني على طول. موزيس تلاقي لعيب كبير منضبط، اعرف ان مدربه قوي قوي في الاقناع وقوي في الشخصية. عايز اقول لكم حاجة مهمة قوي، عايز اقول لكم انه كازورلا فرق كتير لما خرج من فرقة السد. كازورلا بشخص من الطرف الايمن وسط الميدان امامية ملعوبة ايضا غانم القحطاني لمصلحة السهلية، تسترد الكرة باربوسا لمسة الى عكس الامير سابقا اللي السهلية حقق فيها افضل انجازات التاريخية لما حل وصيفا واسمة، لم يعش هذه الوضعية الصعبة ابدا مع السهلية. ثم قدر عمر، شوف ما في خيارات لحامل الكرة بالنسبة للاعبي ام او مع السد او مع الريان عندما تألق ايضا ومع السهلية في مواسم ومواسم وهو قائد الفريق، لكن الوظف في الظهير الايمن ويقدم مردود ممتاز سعد حسين في مركز الظهير الاخيرة، يتدخل ويبعد. تعود اليه الكرة مجددا عبد الرحمن، يقلها في الوسط الى اوركوما. الان عدت دقيقتين لكنها راحت في الفار وفي من اجل الوقوع الى باربوسا مجددا بعرضيه على القائم القريب. غانم ممتاز في التدخل والابعاد، غانم هداف، لكن سامي طرابلسي الملعب ليسجل لان الفريق حتى الان غير قادر على الانهاء، وهذه واحده منطقه الجزاء. يبعد الكره بمبدا الامان، ما زالت في الملعب، ما زالت لم تتجاوز خط التماس. استرد لي مصلال خالد الله، ما تمر عليه يا مدثر انت، وودها فوق عند الكشافات ممكن تعدي الكرة الماضية، كانت رائعة من مدثر لكن خليفة اروع. مباراة جميلة ورائعة على مستوى الفرص من كلا الطرفين. مصلال في الشوط الاول فرص اخطر بركلة حرة ثابتة. ايمن عبد النور يلعب كرة على مشارف المنطقة، تعود اللمسة باربوسا بانطلاقة من الطرف الأيمن. عادل علوي يملك كرة، عادل يعيدها إلى أوركوما، أوركوما لأيمن عبد النور. أم صلال الآن يهاجم بزيادة عددية على مشارف المنطقة. والتر تبعد من أمامه. نحن نقترب من خواتيم اللقاء متابعينا مشاهدينا إلى 1-0 للسهلية. يا أيمن حسين بالرقم 9 هذا هو فريق نادي أم صلال الذي يتواجد على يمين الشاشة. أردنية الطابع بين الوحدات بها فيصل والفيصلاوي، القوة الجوية وبطل الدوري وبطل كأس الموسم الماضي قبل أن يكون في هذا الموسم الحالي، والذي يحضر من خلاله هنا أيمن حسين مع فريق نادي أم صلال. ما اختلف كثير الأمر، فقط اختلفت الألوان، لكن هو انتقل من الصقور إلى الصقور إلى الخلف. تمرير الكرات بالنسبة لفريق نادي أم صلال للبحث عن بداية إيجابية بالنسبة لصقور برسان في هذه الكريم اليوم، او عاطف على الجهة اليسرى، عاطف محمد الان ياتي الى دورينا خلف المدرب السابق عزيز بن عسكر. لعبت الكرة ثلاثية مقابل لا شيء، هنا 56% سيطرة ام صلال، 44% سيطرة الشمال. لذلك انا اعي كم الضغط الكبير على لاعبي المنتخب العراقي، يتهلك عبر الجهه اليسرى، يطوع خبرته مسيرته الطويله في العديد من الانديه الخليجيه والعربيه بالنسبه لياسين البخيت، يظهر من خلاله بشكل ممتاز جدا في دورينا منذ الجوله الاولى. مواسم ماضيه كان عندنا في الدرجه الثانيه انس بن ياسين مع المرخيه، حسن عبد الفتاح في مواسم سابقه، مجموعه كبيره من الاسماء كانت حاضرة في دورينا على مستوى دوري النجوم ودوري الدرجة الثانية بالنسبة للاعبي ونفس أهداف فقط مع هدف اليوم، أصبحت 6 أهداف فيما الشمال سجل لاعبوه 6 أهداف، لكن شباكه مستقبل 13 7 منها فقط 11
استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2006 دورة الألعاب العربية رقابة المدافعين اليسار ويأتي إسكوبار ليتواجد في منطقة الجزاء في مع اليمين ناصر النصر تحس انك بحاجة لاستنساخ كذا ياسين ما شاء الله عليه في فريق نادي المصلال سيظهر المصلال بالتأكيد بشكل هشام جدران المترقب المتحفز الانتصار هو الثاني هذا الموسم لعبت الكرة أيمن عبد النور أيمن عبد النور وروكوما بقوا منذ الموسم الماضي رحل روزبا شيشمي وراح بعيدة الكرة لا تعب العز متولي من جهته اليسرى وأبعد الكرة أبعد الخطر أو سعود ناصر البديل نعم سعود اللي بدأ احتضره عبدالعزيز متولي يذهب إلى الجهة اليمنى مكان خليفة سعد سعود ناصر يأتي مكان عبدالعزيز متولي عمر يحيى من الجيل اللي في 2016 شارك في الألعاب الأولمبية في البرازيل مباراة جميلة في تلك الفترة جمعت البرازيل بالعراق انتهت بالتعادل السلبي يحاول تمرير الكرة بين أقدام إسماعيل موسى لكن إسماعيل كان مركز اللقطة الماضية مويزيس أوروكوما يهاجم بالنسبة الكرة إلى ياسين المخيط فاتت الكرة لياسين المخيط تصبح الأمور هي الأخطر من خلال هذه المواجهة ذلك التعادل بالنسبة له سيكون الأول هذا الموسم بعد انتصار وثلاث هزائم المركز الثالث في بطولة الدوري كرة بمحاولة مرور لكن أيضا هنالك تدخل يأتي عن طريق اللاعب اللي هو سيلية تحسنت نتائجه بشكل كبير في منتصف في ملعب المباراة الآن كرة تصل عن طريق اللاعب عبد الرحمن زكي لاعب وسام رزق لاعب ب 19 سنة لاعب عبد الرحمن رافت زكي 19 سنة أبكر اترك أرضية الميدان للإصابة أو أن المدرب وسام رزق يرى بأن هنالك ضرورة للتدخل من فرصة التواجد في المربع بشكل كبير جدا كرة بمحاولة عموما ليوم الصال لازلنا في أرض إيمن عبد النور يتدخل ويعيد الكرة والمحاولة إلى حارس المرمى خليفة أبو بكر كرة تعود بعد ذلك في منتصف في ملعب المباراة موزيس أوركوما النيجيري موزيس أوركوما أمامي عن المساندة دائما يلعبها في الجهة اليسرى الآن البحث عن التقدم البحث عن تقليص الفارق بالنسبة لنادي أم صلال والآمال معقود أكبر من خالد بخمس سنوات يغيب اليوم الشقيق الأكبر كرة الآن لمصلحة أم صلال فرصة من أجل استغلال خطأ حارس المرمى سعود الخاطر وصلت إلى أوركوما هو أقوى خط دفاع في بطولة الدوري الوكر حاليا في مرمى 25 شيل سداسية السد راح يكون 19 لنفرض أن السد مرات الأول خمسة والعشرين سنة والقادم من البرتغال وبالتحديد من نادي الرايو آفي وما بين محمد بن يطو وصل بعد ذلك لمواجهة خليفة أبو بكر ووضع الكرة في شباك خليفة وأعلن على مستوى الأطراف أحمد فاضل وأمد إبراهيمي بالإضافة إلى جيلسون دالا خالد منير سعود النصر ومحرار في هذا اللقاء والعودة إلى الجنوب إلى مدينة الوكرة بنقاط المباراة الثلاث كرة في محاولة لتغيير اتجاه اللعب لكن أيضا الاستلام لم يكن بالشكل المطلوب سيكون أمام فرصة كبيرة جدا من أجل البقاء في المربع بحكم أيضا أن صاحب المركز الخامس نادي الغرافة الوكرة يبدو أقرب أيضا بحكم البداية في الشوط الثاني جيلي مباريات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس الأمير بانتظار القرارات خلال الأيام القليلة القادمة انتظار نعم القرارات خلال الأيام القليلة القادمة يتواجد في المربع بعد غياب 21 سنة سعود النصر يترك أرضية الميدان كتبديل آخر حاضر إلى 100 مباراة ستة لاعبين تجاوزوا حاجز 100 مباراة دولية أو أكثر حتى بقميص العنابي في أم صلال تقريبا
يعلن من خلاله عن خطأ لمصلحة نادي المصلة. خطأ أيضا تبديل ثالث في تشكيلة المدرب بارتولومي. لوبيز منذ سنة 2006 بعدها ذلك في 2007. العربي 7 ألقاب، الغرافة 7 ألقاب، لدحيل 7 ألقاب. اللقب الأول ما بين العربي والغرافة. الوكرة حسم أموره ووسع الفارق ما بينه وما بين الغرافة إلى 10 نقاط. الوكرة بهذا الانتصار يصل إلى النقطة رقم 37. عبد الغني يحاول المرور والتدخل أيضا دفاعات نادي أم صلال في ملعوبة رمي التماس أمام دقائق الماضية العرضية الأخيرة. سعود النصر مميز جدا في نقلة تنتظر الأفضل، ما زالت تنتظر الخبر السار. الخبر السار هو عودة الوكرة إلى المباراة المتأخر بالنتيجة حتى الآن. كرة بلمسة أمامية، عمر يحيى في الإبعاد إلى أوركوما. أوركوما في الطرف الأيسر إلى ياسين البخيت. لعيب ياسين البخيت لعيب للأمانة وعامل شغل كبير جدا ليس في هذه المباراة. يوسف إلى أرضية الميدان، عبد الغني، منير غادر، باقي الأسماء سعود الخاطر، لوكاس مينديز، أحمد فاضل، أميد إبراهيمي، محمد بن يطو، سعود مقطوعة من أيمن حسين. يا السلام في سيطرة على كرة إلى أوركوما. أوركوما باربوسا فيها فرص، فيها 3 أهداف، فيها لقطات، فيها هجوم وسرعة ورتم عالي يقدم، خصوصا الوقت لإبقاء الكرة بحوزتهم من أجل امتصاص هذا الحماس الوكراوي في الأداء. هذه الروح اللي نتمنى مشاهدتها. يعني انت أحيانا سابقا 1-0 2-0 خلاص. إلى أوركوما، مراد ناجي في الإبعاد، أوركوما يزن عبد الله، يزن بشكل ممتاز، يمر ينقل كرة تمريرة لكنها مقطوعة، تعود إلى أوركوما. لكن لا أحد أطول من خليفة أبو بكر حارس المرمى في أرضية الملعب، وبالتالي ما في مجال لأن تكون الكرة لغيره في اللقطة الأخيرة. عاد أوركوما لنادي أم صلال ما بين انتصارين وخسارة لنادي الغرافة. كرة ملعوبة عالية راسية داخل المنطقة، تعود مرة أخرى عائدة لنادي أم صلال، محاولة وتسديدة ولكن التغطية. نادي الغرافة يدخل في هذا الشوط الثاني على يمين الشاشة بنفس أسماء الشوط الأول. راحت إلى الناحية اليسرى من ملعب المباراة، عائدة عن طريق موزيس، يلعب لها كرة عالية. متابعينا الكرام، 4 دقائق نهاية 90 دقيقة والتعادل حتى الآن بهدف مقابل هدف حاضر بين الفريقين، وآخر 4 دقائق متبقية. لكن تعدى إسحاق، مر إسحاق، راح إسحاق يحاول في هذه الكرة، اللعبة الخطيرة. وموزيس، القراءة الذكية من موزيس في اللعبة الماضية. ياسين، 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 أحمد ياسر وداني تراوري بالإضافة إلى شجاع خليل زادة يتواجدون على مستوى خط الدفاع في هذا اللقاء. أحمد يلعب كظهير أيسر، خليل زادة مع شجاع أو مع تراوري عفوا كلاعبين قلب دفاع، وفي الجهات اليمنى يتواجد اللاعب علي مال الله، أمامهم كل من عبد الرحيم عبد العزيز حاتم بالإضافة إلى داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا فهد يونس في التوقيت المناسب يتدخل بصمة في هذه البطولة وحتى في بطولة الدوري أو حتى على مستوى منافسات دوري أبطال آسيا في نسخة عام. متعة مثل هذه لا تتكرر كثيرا على مستوى المنافسات المحلية. تعالوا استمر، سجل فريق، احسم بطولة الدوري مبكرا، ريح لعيبتك، وراك منافسات آسيوية، وراك استعدادات كأس عالم، وراك مباريات، التزامات، يعني له ويكند. هي بطولة الدوري بحضور مميز جدا حقيقة
على مستوى جائزة الأفضل. كرة في محاولة ملعوبة أمامية الآن لمصلحة نادي أم الصلاة، ولكن طالت الكرة الماضية، كرة بتعود إيزيل، إيزيل إلى أركوما، أركوما البحث عن أيمن حسين، الآن أيمن، أيمن طالت الكرة، لا 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 أيمن. إسماعيل، إسماعيل إلى موزيس، موزيس من الناحية اليمنى باتجاه ألفريدو، بالسرعة الجارحي بالمهارة يبحث عن المرور الجانحي لكن خاطية تمرير الحاضرة من الجانحي. موسيس باتجاه ايمن حسين خلف سيف الدين فضل الله، ومن ثم ايمن حسين يقاتل على كرة ايمن حسين، يحاول ايمن حسين في هذه اللعبة يعود لإسماعيل من الناحية اليمنى، تنقل هذه الكرة باتجاه موسيس تحولت للناحية اليسرى ياسين. هنا الخطة السابقة ام صلال الصقور التي تريد ان تحلق من جديد في سماع الكرة القطرية مرة اخرى وفي البطولة المحلية. كرة اللعب خطيرة لصالح نادي ام صلال، ايمن ايمن كرة اللعب الامام محاولة أركوما دائما وابدا، كرة اللعب اليسار عمر يحيى، طالت الكرة، طالت الكرة ولكن لا زالت داخل ارضية الميدان. عمر يحيى يبتحات للتمرير، كرة بتعود ايمن حسين، موزس أركوما الى ياسين البخيت ولكن التغطية كانت حاضرة، بشار يبحث ولكن كرة بتعود لصالح نادي مصال، ياسين البخيت علي بحث أركوما موزس نقلات حاضرة في اتجاه لاعب الجهة اليسرى جديد حسن الهيدوس يضغط عليه موزيس أركوما اللاعب النيجيري الى إليس اللاعب الشاب طلع بدري بدون لازم خليفة اصبح على اليسار الان خليفة سعد لعبة عكسية من موزيس أركوما على فريدو من راسك بالكرة اول اهداف المباراة بداية سريعة جدا بداية نارية جدا بالنسبة لنا كمتابعين كمشاهدين ربما لم نكن لننتظر أفضل من هذه الله 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 على اللقطة الماضية الجميلة جدا يا ياسين